السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات متابعو تاريخ الدولة الأموية، ونحن في عهد عبد الملك ابن مروان رحمه الله، والحديث عن فتنة أخرى بعد أن انتهينا من الحديث عن المختار ابن أبي عبيد الثقفي. فتنة أخرى، مشكلة أخرى تحدث في الدولة يحدثنا التاريخ عنها، وهي فتنة الزبيريين وخروج عبد الله بن الزبير على دمشق. ما الذي حدث؟ كيف آلت الأمور إلى ما آلت إليه؟ طبعا دائما بين قوسين إخواني أخواتي، إن صدقت الروايات التاريخية. أنا الذي بناني آدم من آلاف السنين، وجعلني الله مباركا في كل حين، هنا على أرض فلسطين. أنا كل ما ضمه هذا السور القديم. تعلمون أن الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه كما يذكر التاريخ قتل، وكان هذا في زمن يزيد بن معاوية. الحجاز بعد مقتل الحسين كان يموج، عندما أقول الحجاز مكة والمدينة، كان يموج بالحزن والأسى ولا شك بالسخط على الحكام، على خلفاء بني أمية، على يزيد، كيف تسمحوا بهذا؟ فانتهز عبد الله بن الزبير هذه الفرصة وأعلن التمرد، تمرد على الدولة، تمرد على الخلافة، تمرد على العاصمة، على دمشق، ونادى بنفسه خليفة. تخيلوا إخواني، يعني شيء مؤسف إن صدقت الروايات. الآن في خليفة موجود في دمشق، له بيعة في أعناق الغالبية العظمى من المسلمين، وفي الآن انشقاق في مكة والمدينة على يد عبد الله بن الزبير، ويعلن نفسه خليفة آخر. طبعا الهاشميون كانوا مهزوزين بمصيبة كربلاء التي قتل فيها الحسين، لذلك بعد هذه القضية أخلدوا إلى الدعة والهدوء وإعادة الحسابات. هذا الشيء قوى جانب عبد الله بن الزبير. لاحظوا دمشق بعيدة عن الحجاز، فجانب ابن الزبير رضي الله عنه عقب ذلك بدأ يقوى يوما بعد يوم، فقد حدثت موقعة الحرة في المدينة المنورة. هذه المعركة للأسف الشديد إن صدقت الروايات سقط فيها كثير من أبناء المهاجرين والأنصار. طيب الآن الجانب الإعلامي إذا استغل سيسخط الناس على دمشق، ثم بعدها كانت معركة الهجوم على مكة ورميت الكعبة بالمنجنيق، وكانت كارثة من كوارث التاريخ الإسلامي. طبعا أنا شخصيا كباحث أقول إخواني، الحدث شيء وما وراء الحدث وما قبل الحدث شيء آخر. إياكم أن تظنوا أن الفرس والروم واليهود استسلموا لهذا الدين ولهذه الأمة ولهذا الرسول، أبدا. المكر والكيد والمؤامرات لم تتوقف منذ حادثة بئر معونة وحادثة محاولة قتل اليهود في المدينة للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في قرية بني النضير، إلى الخلافة الأموية، إلى الخلافة العباسية. إخواني لا يمكن أن تسكت حركات المكر والكيد لهذا الدين الجديد، وخاصة أن هذا الدين الجديد هزم أكبر إمبراطوريتين كانتا موجودتين في تلك الفترة. هؤلاء لهم علماء، لهم فلاسفة، لهم عائلات كانت تحكم، وهناك رأس المال، لا تنسوا هذا المدخل. المهم في ذلك الوقت توفي يزيد ابن معاوية الثاني. تعلمون ما قلناه في اللقاءات السابقة، رفض أن يكون في الخلافة، كان حكيما وكان واعيا أننا ابتلينا
كأولاد معاوية بما حصل في زمن أبي يزيد لا يمكن أن نقبل بهذه الطريقة، وهو رفض الأمر وتنازل عن الخلافة، فانقسمت دمشق على نفسها. كل هذه الظروف طبعا لا شك ساعدت عبد الله بن الزبير وجنى ثمار هذه الكبوة التي حدثت في دمشق في عائلة بني أمية. فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي، فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا. ثم حدثت ظروف أخرى قدمت المزيد من النصر لابن الزبير، وهي أنه حقق كثيرا من النجاح في حربه ضد الخوارج، وانهزم جيش ابن زياد الزاحف على العراق وقتله المختار كما ذكرنا، ثم دارت الدائرة على المختار وصرعه مصعب بن الزبير، وهذا الشيء أيضا يصب في مصلحة الزبيريين. فاتسعت سيطرة عبد الله بن الزبير على القسم المنشق عن دمشق حتى دخل تحت لوائه شمال مصر، الكوفة، البصرة، مكة والمدينة، إلا منطقة الأردن لم تتنصل عن العاصمة الرسمية للخلافة وهي دمشق. الآن تعرفون العائلة في دمشق اختارت أن تحل مشكلة معاوية الثاني بعد أن اعتزل، فنقلت الخلافة إلى شخص حكيم كبير من العائلة حتى تستقر الأمور، وهو مروان ابن الحكم، تقر الأمر له، وبالتالي حاولت دمشق الآن أن تلملم الأطراف. بدأت حالات انهزام لأتباع ابن الزبير في منطقة سوريا، حدثت معركة تسمى معركة مرج راهط وانتصر الأمويون فيها، ثم سار إلى مصر مروان بن الحكم ومعه ولده عبد العزيز. أرجو أن تدققوا الانتباه، من هو عبد العزيز؟ هذا ابن مروان اللي حيكون من أبنائه أمير أموي جميل ورائع سنتحدث عنه، وهو عمر ابن عبد العزيز. إذن هذا كان بداية الاستقرار لبني أمية في مصر عندما ذهب مروان وهدأت الأمور في مصر وعادت مصر تحت لواء دمشق. مروان هذا إخواني كما تعلمنا في اللقاءات السابقة مات بعد سنة، وكان له ابن أكبر من عبد العزيز اسمه عبد الملك الذي آلت له الخلافة بعد أبيه، وكان أمام عبد الملك ابن مروان ميدانان يقاتل فيهما ابن الزبير. الميدان الأول هو ميدان العراق، والميدان الثاني هو ميدان الحجاز. سنتابع إن شاء الله في هذه الحلقة دوران المعارك في هذين الميدانين، وكيف آلت الأمور إلى العاصمة دمشق، وإلى حكمة وجرأة وشجاعة عبد الملك، واستقرت الأمور للدولة وهدأت الأمور بعد ذلك. الله أكبر، الله أكبر. الآن في العراق عندنا مصعب ابن الزبير والي العراق لأخيه عبد الله بن الزبير، فبدأ عبد الملك ميدان العراق، فقاد له عبد الملك جيشا كبيرا، وأشرك معه في القيادة أخاه محمد ابن مروان. هذا محمد ابن مروان إخواني سنذكره لاحقا في سلسلة خلفاء بني أمية. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان فيه سمة ساعدت عبد الملك أن ينتهي منه، كان بخيلا، وكان عبد الملك ابن مروان كحال كل بني أمية أكثر دهاء من عبد الله بن الزبير، فهذان الأمران لعبا دورا كبيرا لمصلحة الأمويين على الزبيريين. هذا الأمر، بخل عبد الله بن الزبير ودهاء عبد الملك، حقق انتصارا للأمويين وهزم مصعب
في العراق من الجانب السياسي أكثر منه في الجانب العسكري، وهذا سيتضح فيما يلي. يروي ابن قتيبة أن مصعبا جاء بعد قتل المختار حاجا ومعه رؤساء أهل العراق. لما نقول رؤساء أهل العراق يعني وجهاء العشائر والمخاتير وأسياد الناس، أشراف الناس، وهؤلاء معروفون في العالم كله، يحتاجوا إلى مميزات، يحتاجوا إلى وعود، يحتاجوا إلى توثيق علاقات، يحتاجوا إلى شيء من الصلاحيات. فقدمهم إلى أخيه قائلا: يا أمير المؤمنين، لقد جئتك برؤساء أهل العراق وأشرافهم، كل مطاع في قومه. وهذه قضية خطيرة، لما عندما أقول لك كل مطاع في قومي، يعني إذا غضب هؤلاء غضبت العراق. ثم يتابع: وهم الذين سارعوا إلى بيعتك وقاموا بإحياء دعوتك ونبذوا أهل معصيتك وسعوا في قطع عدوك، فهب لهم وأعطهم. هذه وصية مصعب لأخيه عبد الله، وعبد الملك كان يعرف هذه الحقيقة. فقال عبد الله: جئتني بعبيد أهل العراق، أمرني أن أعطيهم؟ ألا والله لن أفعل، وأيم الله لوددت أني أصرفهم كما تصرف الدنانير بالدراهم، عشرة من هؤلاء برجل من الشام. طبعا هذه إهانة في وجوه القوم. فقال رجل منهم: أحببناك وأحببت أهل الشام، نحن الذين يعني دافعنا عنك وأيدناك، والآن تمدح أهل الشام وتذمنا. فانصرفوا عنه وقد يئسوا مما عنده، لا يرجون رفده ولا يطمعون فيما معه، فاجتمعوا وأجمعوا أمرهم على أن يخلعوا، وأن يخلعوا البيعة. وكتبوا إلى الخليفة عبد الملك بن مروان أن أقبل إلينا. وهناك سبب آخر مهم ترتب على موقف عبد الله بن الزبير من أهل العراق. فقد كتب عبد الملك بن مروان للقادة العراقيين الذين كانوا مع مصعب يدعوهم للانضمام إليه. يعني جانب السياسة إخواني مهم، مش دائما لازم أستخدم العضلات والعصا والقوة، دهاء السياسي أو الكلام الحوار، وكمان لازم يكون في تنازلات أحيانا، وأحيانا لازم يكون في أعطيات. عبد الملك رجل سياسي ورجل فقيه، عبد الملك قلنا أنه من فقهاء المدينة. وعدهم إذن عبد الملك: إذا انضممتم إلي ووحدتم العالم الإسلامي، وعدهم بأعطيات من خلال المال والجاه والسلطان. وكانت هذه سياسة خطيرة من عبد الملك، لأنه قد يكون هذا سلاح ذو حدين، لكن هذا الذي حدث. إبراهيم ابن الأشتر كان أحد هؤلاء. تعرفون من إبراهيم؟ قائد عسكري وله يعني أتبع. إبراهيم هذا إخواني تلقى من عبد الملك كتابا مقفلا، أدرك إبراهيم بحنكته ما فيه، فأخذه إلى مصعب وقال لمصعب: افتح أنت الكتاب بنفسك، حتى ما تقول لي والله أتخابر مع قوة خارجية أو عندي خيانة، أو جاءني هذا الكتاب من خصمكم وها أنا أعطيكم الكتاب، افتحوه واقرأوه. قال مصعب بعد أن قرأ الكتاب: إنه يعدك بالجاه والمال إذا خذلتني. قال إبراهيم ابن الأشتر لمصعب ابن الزبير: وقد كتب بمثل ذلك لكل القادة، ولكنهم أخفوا عنك ذلك. لاحظوا إخواني كيف الشفافية. والرأي عندي أن تقتل كل هؤلاء القادة الخونة قبل أن يوجهوا الحرابة إلى ظهرك. مصعب قال: ما كنت لأفعل ذلك حتى يستبين لي أمرهم. يعني هذا أيضا منهج إجرامي أو منهج تهوري من إبراهيم، لكن قد يكون في السياسة سبحان الله أحيانا أمور مختلفة. مصعب قال: لا. فقال إبراهيم: فأخرى. قال مصعب: وما هي؟ قال: احبسهم، حطهم في الحبس حتى يستبين لك ذلك. قال مصعب: ما كنت لأفعل. خريب موقف مصعب،
طبعا لا شك كيف تربى الإنسان، كيف نشأته، خبرته في السياسة. فقال إبراهيم القائد العسكري السياسي: فعليك السلام، والله لا تراني بعد في مجلسك أبدا. فهم أنه الموضوع مسألة وقت. فدارت معركة فيها بطولة وخيانة ووفاء عند منطقة الدجيل، وفي أحرج الأوقات تخلى قادة العراق عن مصعب، فنظر فلم يجد إلا قلة قليلة تكافح معه، فأصبحت هزيمته مؤكدة أمام جيش عبد الملك. وكان بجواره ابنه اسمه عيسى، فأرسل محمد ابن مروان رسولا إلى مصعب يعطيه الأمان: يا مصعب وقف قتال، يا مصعب احقن الدماء، يا مصعب ابنك، يا مصعب الناس تخلت عنك، لماذا هذا التعنت؟ على أن يكف. فقال مصعب: إن مثلي لا ينصرف عن هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبا. فمحمد نادى وصرخ: الأمويون لا يريدون القتال، يريدون أن تنتهي الأمور، أنتم منشقون على الدولة وسنوات وخسائر، دعونا نهدأ حتى نفكر في العدو الآخر، العدو الخارجي. فنادى محمد ابن مروان عيسى ابن مصعب ابن الزبير: أنا هلم إلي يا ابن أخي، فما في الحرب الآن من فائدة؟ يعني شيء والله يدمي القلب. قال مصعب لابنه: إن عمك أمنك فامضي له. قال عيسى: والله لا تتحدث نساء قريش أني أسلمتك. تخيلوا إخواني شجاعة في غير موقعها، لا تتحدث نساء قريش، هذا الذي كان يهم الناس، يعني ما بعرف، سبحان الله غريب. المهم قال: لا تتحدث نساء قريش أني أسلمتك وتركتك وحدك. فالآن معركة ولا بد من حسمها. فصرع عيسى بين يدي أبيه، وبقي مصعب يكافح وحده حتى طعن على يد زائدة ابن قدامة بثأر كان له عنده. ودانت العراق بعد ذلك لدمشق تحت قيادة عبد الملك ابن مروان، وكان ذلك في ذي القعدة سنة 72 هجري. الآن لم يبقى أمام عبد الملك إلا الحجاز، وهناك عبد الله بن الزبير. فأرسل له عبد الملك قائده الحجاج بن يوسف ومعه 20,000 مسلم. الحديث يدمي القلب، مسلمون يقاتلون مسلمين. طبعا الأمر ليس بهذه السهولة، الأمر سياسي، في فتنة، في انشقاق، ووحدة المسلمين هي الأولى. لكن كيف عرجت الأمور إن صدقت الروايات التاريخية؟ طبعا دائما نقول إن صدقت الروايات التاريخية، كان هناك خلل، وكان هناك أيادي خبيثة تحرك. أنا هذا أؤمن به إيمانا قاطعا، الأيادي الخبيثة والأموال الخبيثة كانت تحرك المشاهد في العراق وفي الشام وفي الحجاز. ابن الزبير لم يخرج لمواجهة الجيش، بل تحصن في الحرم. طيب هذا الفعل اضطر الحجاج أن يدخل عنوة، وكان معه المنجنيق، فرمى الحرم بالمنجنيق حتى يخرج من به ويتم حسم الأمور. لما تمت محاصرة الحرم إخواني، الناس انفضت من حول ابن الزبير، لأن الموضوع مش سهل، يعني يروح ما بعدها روح، والقضية كلها خلاف نابع عن يعني استقطاب عائلي إن صح التعبير. الناس بدأت تنفض من حول ابن الزبير، انفض ذووه، انفض أولاده حمزة وخبيب. حتى في هذه الأيام العصيبة كان يجري على من معه نصف صاع من التمر، فتناقلوا عنه أنه قال لهم: أكلتم تمري وعصيتم أمري. ولا شك هذا يورد الناس يعني المهالك، أنت في حال الشدة الأصل أن يلتف الناس من حولك، لا أن تبدأ النزاعات بهذه الطريقة. في هذه الأثناء تقول الروايات أن عبد الله ابن الزبير الذي قال عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوما: ويل لك من الناس وويل للناس منك، عندما شرب من حجامة النبي، من دم حجامة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. في هذه اللحظات تقول الروايات أن عبد الله حاول الاستسلام،
لأن حب الحياة أوشك أن يتغلب على الموت. لكن لم يكن كأخيه مصعب. مصعب رفض الأمان الذي عرضه عليه محمد بن مروان وقال مثلي لا ينصرف عن هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبا. عبد الله كما تقول الروايات لم يكن كأخيه، مال إلى قبول ما عرضه عليه الحجاج من أن يكون أميرا في الخلافة. وهذا يعني أنا أسجل هذا للحجاج، سياسي محنك، مش غلط أنا أحتوي خصمي بدل أن يكون عدو، لا أحتوي وأعطيه صلاحيات. فقال له أنا أعدك بالإمارة إذا أغمدت السيف وبسطت يدك مبايعا للشام. فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم خيف، فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا. ودار بينهما الحديث التالي. عبد الله يقول لأمه يا أمي خذلني الناس حتى أهلي وولدي ولم يبق معي إلا القليل مما لا صبر لهم أكثر من ساعة وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا. يقصد الخصم الأمويين، فما رأيك؟ تقول أسماء غير متأثرة بعاطفة الأمومة، الله الله يا بني، إن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه فامض عليه حتى تسقط في الميدان كما سقط أصحابك، وإن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت، وإن قلت إنك كنت على حق فلما وهن أصحابك ضعفت فليس هذا فعل الأحرار. كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن ما يقع بك يا ابن الزبير، والله لضربة سيف في عز أحب إلي من أن تنزل بك ضربة صوت في ذل. فقال عبد الله يا أماه أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني. يا بني إن الشاة لا يضيرها السلخ بعد الذبح، امضي غير متردد ولا هياب. فدنا عبد الله من أمه ليعانقها قبل أن يخرج لنهايته. فلما عانقها لمست، كانت عمياء رضي الله عنها، لمست على جسمه الدرع الذي يحمي الجسد من الضربات، فقالت ما هذا صنيع، ما يريد، ما تريد؟ فخلع الدرع وخرج يقاتل حتى قتل، وكان ذلك سنة 73 من الهجرة. وصلب الحجاج جثة عبد الله، كأن ما حدث به عبد الله يعني سبحان الله وصل إلى الحجاج بضعة أيام، صلبت جثته. فخرجت أمه أسماء وصاحت بالحجاج أما آن لهذا الراكب أن ينزل. فسأل الحجاج من هذه؟ فقيل له إنها أسماء بنت أبي بكر وأم عبد الله بن الزبير. فأنزله الحجاج إكراما لها وأمر بأن يدفن في مقابر المسلمين. وقد رآه عبد الله بن عمر وهو مصلوبا فقال يرحمك الله يا أبا خبيب لولا ثلاث كن فيك لقلت أنت أنت، لجاجك في الحرم ومسارعتك إلى الفتنة وبخل في كفك، وما زلت أتخوف عليك هذا المركب، وما صرت إليه مذ كنت أراك ترمق بغلات شهبا كن لابن حرب فيعجبنك، إلا أنه كان أسوس لدنياه منك. وهكذا إخواني انتصر عبد الملك أعظم انتصار، وعلى كل المنشقين والثائرين بلغة السياسة عليه وضده، ودانت له العراق والحجاز، وتوحد العالم الإسلامي مرة أخرى لينطلق عبد الملك بالإمبراطورية الأموية إلى الأمام، إلى الأعلى، إلى القفز، قفزات حضارية وتجارية وفتوحات وصناعات وتجارات وترجمات وما إلى ذلك. وكما قلت الأحداث التاريخية لا تخلو من يعني كونها روايات
الدقة الله أعلم كم نسبتها، لكن لا يهمنا نحن في هذه السلسلة إلا الإنجاز. أنا أريد أن أركز على الإنجاز من خلال الجغرافيا والتاريخ إن شاء الله تعالى، حتى يكون لنا دائما في تاريخنا ما يضيء لنا الأمل لمستقبلنا إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله وإلى لقاء قريب. بارك الله فيكم، ولا تنسونا من الدعاء ثم أن تهتموا بالمشاركة لهذه الحلقات مع أصحابكم ومعارفكم، وإذا أعجبكم أن تقولوا رأيكم فيما نقول به، أن تقولوا لشركة اليوتيوب نحب هذا من خلال اللايك والشير والتعليق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الذي بناني آدم من آلاف السنين، وجعلني الله مباركا في كل حين، هنا على أرض فلسطين. أنا كل ما ضمه هذا السور القديم.